ركز. بسم الله. بص كده للشاشة. اهو. هو ايه اصلا الباست سيمبل؟ هو ايه معنى باست سيمبل؟ باست سيمبل ده يا شباب ركز معايا، بيقول لك هو زمن يعبر عن ايه؟ مش يغبر، لا، يعبر عن شيء حدث وانتهى في الماضي، حاجة حصلت وخلصت، ده استخدامه. تمام؟ حاجة، هو ده الزمن ده. ركزي يا حالة، الزمن ده بيعبر عن شيء حصل وانتهى. ركزي يا حالة، ركزي يا ريم، انت مش معايا. زمن بيقولك ان الحاجة اللي حصلت دي وانتهت. طيب اعرفه ازاي يا مستر؟ قالك فيه كلمات، خلي بالك اهو كده، اهو بيقولك فيه كلمات بتعبر عن الماضي. هي ايه الكلمات دي يا مستر؟ اللي احنا بنقول عليها keywords. ايه هي keywords بتاعته؟ الكلمات اللي بتدل عليه. ها اهم، هقولهم لك اهم، ركز معايا، اللي احنا لسه قايلينهم. last، yesterday، ago، in the past. ها وايه تاني؟ this morning. انا ما كنتش قلت لكم in the past، لا اكتبها تاني معاك. هي دي الكلمات اللي بتدل على الباست سيمبل. لو شفتها اعرف ان الزمن ده باست. تمام؟ لو لقيت كلمة من الكلمات دي اعرف ان الزمن بتاعنا باست. اوكي؟ هما ايه يا مستر الكلمات دي؟ last، yesterday، ago، in the past. طب الزمن ده بيعبر عن ايه؟ حاجة حصلت وايه؟ وانتهت. طيب ركز بقى معايا، احنا قلنا الفيرب تو بي والفيرب تو هاف، ليه يا مستر قلتهم في الاول؟ لانهم هم دول مختلفين شوية عن اللي احنا هنقوله دلوقتي. هات لي فيرب كده، كل واحد يكون لي يجيب لي فيرب كده من دماغه عشان هسألك عليه، وكل واحد هيقول لي غير التاني. ها يلا يا حبيبه قولي لي انت اول واحده اهو. ها listen. يلا اهي، مش هقول لك لا. listen يعني ايه؟ listen يا حبيبه يعني يسمع. يستمع، ايوه برافو عليكي. طيب هروح لريم، يلا يا ريم هاتي فيرب كده. ها سي اهي، مش هقول لك لا. هاتي يا ياسين فيرب من دماغك. ها هات لي اي فعل من دماغك. اتبريد. ايه اكسرسايز اهي. وممكن اقول لك علشان كلمه تبقى صغيره كده على قدك قولها بلاي، ماشي؟ حلو اكسرسايز، ماشي. طيب قولي لي يا لولو. ريد. وات؟ ريد. حلو الكلام، ممتاز، جميل. قولي يا توتو. ايت اهو، ايت، ايوه كده تمام. طيب ركز معايا، ادي ايت، ممتازه، حلو الكلام. ركز بقى معايا، خلي بالك انتوا الافعال اللي انتوا قلتوها دي الفيربس دي كلها كده في الباست، في البريزنت، في المضارع. يعني ايه يا مستر؟
يعني انا بقى تعالى نخليهم في الباست. بيقول لك ايه؟ هنقسم الافعال دي قسمين، قسم كده مؤدب محترم هنعمل له قاعدة محترمة كده وجميلة، والقسم الثاني ده بلطجي. يعني ايه بلطجي؟ قال لك لا مش هيمشي تبع القاعدة اللي احنا هنقولها دي. ركز معايا، يعني ايه؟ طب ليسن دي محترم ولا بلطجي؟ لا محترم، اللي هو المنتظم، تمام؟ منتظم، يبقى تزود له يا اما دي يا اما اي دي. هنا ليسن هي اهي اخرها ان، عارف لو اخرها اي كنت هتزود لها بس دي، لكن هنا اخرها ان يبقى تزود لها اي دي، يبقى listened، تمام؟ يبقى هنا listened. طيب سي، سي دي محترم؟ لا مش محترم ده. طب خلاص سيبه شويه. بلاي، بلاي ده منتظم ولا مش منتظم؟ اه لا منتظم، هعمله ايه؟ بلايد. دي القاعدة، ده القانون اللي ماشي عليه الناس المنتظمة، عشان تخلي الفيرب باست زود له دي او اي دي، تمام؟ هتزود دي او اي دي لو الفيرب منتظم بلايد. طيب اللي بعدها ريد، ده منتظم؟ لا مش منتظم. ايت منتظم؟ لا مش منتظم. طب خد من معايا فيرب تاني اهو، ليف، ليف يعني يعيش، اخره اي والفيرب ده منتظم، يبقى هتزود له ايه يا مستر؟ بس دي، هتزود اونلي دي تبقى ليفد، تمام؟ اهو يبقى انا زودت دي او اي دي. ليه يا مستر بقى كده والتانيين دول؟ قال لك لا، الافعال المنتظمه عشان تخليها ماضي ها بتزود لها يا اما دي او اي دي، تمام؟ انما بقى لو غير منتظم زي الناس دي، قال لك لا يا باشا، ده دول ما تزود لهمش حاجه، امال نعمل ايه؟ لا ده انت تحفظهم، يعني الماضي من سي هتبقى سو، وسو يا سو حبيبي حبسو. طيب هنا ريد يقرأ، الماضي بتاعها ريد قرأ، تمام؟ طيب هنا ايت الماضي بتاعها ايه؟ ايت، ايت ايت، تمام؟ ادي الفيربس عشان اخليها من present لباست. يبقى خلي بالك القاعدة اهي، عشان تحول الفيرب من present الى past تزود له دي او اي دي بس في افعال غير منتظمه. اعمل فيهم ايه يا مستر؟ حضرتك تحفظهم. زي ايه يا مستر؟ see saw read read eat ate، تمام؟ وفي كتير بقى، اوكي؟ زي write wrote، speak spoke، drive drove، اوكي؟ في كتير غير منتظم. واضح الكلام ده يا شباب ولا مش واضح؟ تمام؟ يبقى انا لو جمله وكتبت لك شويه جمل كده وقلت لك طلع لي فين الفيرب الباست اللي هنا، تعرفه بقى حضرتك يا اما اخره دي او اي دي. ولو انت حافظ الافعال الغير منتظمه اللي هي الريجولار فيربس، هتعرف كويس قوي فين الباست فيهم وفين اللي مش باست، تمام؟ حلو الكلام يا شباب. طيب يبقى انا عندي ايه؟ listen listen see saw play played read read eat ate live lived. تعالى كده نعمل شويه جمل امثله، تمام؟ طيب اهو تعالى كده بيقول لك ايه؟ عارفين امبارح يا اولاد انا عملت ايه؟ هقول لك I visited my friend yesterday. انا زرت مين؟ صديق ليا امبارح. والله يا مستر ايوه ان شاء الله الحمد لله يرحمكم الله. واحدة تانية
تسنيم بتقول لي يا مستر عارف حالة؟ هقول لها ايوه حالة watch it. يا نهار ابيض watch it ايه؟ watch it TV شاهدت التلفزيون last week الاسبوع الماضي شافت التلفزيون الاسبوع الماضي. عارف بقى اما نقول مثلا ريم and ياسين عملوا ايه بقى؟ ate the cheese كلوا الجبنة. مين اللي كان الجبنة؟ ريم وياسين. تمام؟ حلو الكلام؟ ريم and ياسين ate the cheese. امتى يا مستر؟ two hours ago. شفت كلمة ago جت فين؟ في الآخر. كلمة ago جت في الآخر. طيب جملة كمان احنا كده كلنا بقى we studied English ها this morning. احنا درسنا انجليزي هذا الصباح this morning. خلي بالك هنا اهو خلي بالك هنا اهو يا شباب عندك الفيرب visited اهو ده ماضي اهو ليه وكلمة yesterday دي كلمة بتدل على الماضي. عندك كلمة watched اخرها ed ماضي وكلمة last بتدل على الماضي. هنا ate ده فيرب غير منتظم وهنا ago بتدل على ايه؟ على الماضي. studied ايه ده بقى؟ ايه يا مستر اللي انت عملته ده بقى؟ انا مش فاهم حاجه. ده study اخرها واي وانت حطيت اي اي دي. يا مستر انت بتلخبطنا. لا مش بلخبطك. this morning هنا بتدل على الماضي. خلي بالك كده حضرتك عرفت. طب ايه حكايه studied بقى يا مستر؟ بص بقى هقول لك سر. جاهز؟ جاهز؟ اللي جاهز يقول عشان انا مش جاهز. بص يا سيدي السر اهو. السر بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا لقيت فيرب اخره واي اخره ايه؟ اخره واي قبل الواي ده ساكن حرف ساكن consonant فاكرين الكونسوننتس؟ الحروف الساكنة. طيب ايه هما الحروف الساكنة؟ كل الحروف ساكنة الا خمسة بس. ايه هما الخمسة؟ A E I O U A E I O U A E I O U اوكي؟ خمس حروف متحركة. إذا الواي جه قبله ساكن أعمل فيه إيه؟ دخلوا العمليات. يا نهار أبيض دخلوا العمليات؟ أيوة دخلوا العمليات. هنعمل له إيه؟ هنقطع من عنده الواي ونحط بدل منها اي اي دي. اوكي هنعمل له ايه؟ هنقطع من عنده واي نقطعها خالص ونحط اي اي دي. زي ايه يا مستر؟ زي كراي الماضي بتاعها كرايت. زي ستادي تبقى studied شيل الواي وحط اي اي دي. طيب كلمة play اعمل فيها نفس العمايل دي؟ لا ايوه كده الناس الصاحية حبيبة صاحية حالة نايمة وياسين نايم وتسنيم متغطية ودلوقتي وقفلة الكاميرا. طيب يبقى هنا مش هعمل فيها البلاي دي مش هعمل فيها ليه تاني يا مستر؟ لان قبل الواي هنا مش ساكن ده فاول. ايوه لا يبقى نشيلها دي خالص. تمام يا شباب؟ واضح كده القاعده دي؟ هو ده الباست سيمبل بيتكون
التصريف الثاني للفعل، الشكل الثاني للفعل، يعني verb وفيه دي أو إي دي. حلو؟ طيب إيه تاني يا مستر؟ الفيرب ده ممكن يكون غير منتظم، يعني لازم أحفظه، وهبعت لكم شوية verbs إيه هتحفظوهم. خلاص؟ الريجولار verbs هي ده الحفظ بتاعنا، هبعته لكم. تمام؟ وكده هنكمل باقي الباست سيمبل ده امتى؟ امتى؟ المرة الجاية. تمام؟ اوكي يا شباب؟ معايا ولا مش معايا؟ اوكي يا شباب كده؟ طيب